السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأتحدث عن أمر مهم جدا، وهو كيفية معالجة صدمات الطفولة. هل نستطيع علاج صدمات الطفولة أو إزاحة هذه المشاعر التي يبقى يعيش بها بعض الناس طوال حياتهم وتبقى تراودهم أفكار سلبية وتأنيب للأشخاص الذين كانوا السبب في عيش هذه الصدمة؟ أكثر الأشخاص المتسببين في صدمات الطفولة هم أو المسؤولين عنها هم الوالدين. إذن كيف نستطيع إزالة هذه الصدمات وزرع مكانها أفكار إيجابية؟ تابعوا معنا هذا الفيديو إلى الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأشخاص يعيشون في ماضي أليم، حيث أنهم تعرضوا إلى صدمات في طفولتهم، وكان المتسبب الرئيسي فيها هو أحد الوالدين. مثلا في الطفولة تجد أن الوالدين الأكثر قسوة مع أولادهم يؤنبونهم على الدوام ويتعاملوا مع هؤلاء الأولاد بطريقة النهي دائما، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، ولماذا فعلت هذا؟ ويقومون بتأنيب الأطفال أو ضربهم أو تعذيبهم، فتبقى هذه المشاعر مترسخة في ذهن هذا الطفل ويبقى يعيش بها طوال حياته، حيث أن بعضا منهم يصبح يكن لوالده أو لوالدته الكره الشديد، ويبقى هذا الكره يتماشى معه حتى الكبر. تجد بعض الناس يقول لك أنا أكره أمي أو أكره أبي. لماذا يا ترى؟ لماذا هذا الحقد؟ سبب هذا الحقد هو المعاملة السيئة للأطفال في صغرهم وتأنيبهم على كل أفعالهم. لكن لا بأس، فهناك طريقة أو عدة طرق لإزالة هذه المشاعر الخبيثة، لأن الوالدين مهما قسوا على أولادهم في مرحلة الطفولة أو عند الكبر، فهذا لا يعني أنهم يكرهونهم، أو بل هذه التصرفات التي يتصرفها الوالدين هي من شدة حبهم لأطفالهم أو خوفهم أو الخوف عليهم، مما يجعلهم يتصرفون هذه التصرفات دون قصد. هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الإنسان الذي تعرض لصدمة في طفولته وأصبح يكن مشاعر كره لأحد الوالدين. الخطوة الأولى وهي الرجوع بالذكريات إلى الماضي، إلى حيث وقعت تلك الصدمة بالضبط، وهذا يكون عن طريق التأمل.
عندما تصل بتفكيرك إلى الصدمة التي مريت بها في طفولتك، لأن شريط حياتك سيمر أمام عينيك. توقف عند الصدمة وقم بإحضارها ووضعها على طرف لتقوم بتحليلها ومناقشتها مناقشة منطقية. عندما تستحضر الصدمة يجب أن تناقشها بمنطق الحاضر، يعني بالمنطق وأنت كبير، ليس بتفكير الطفولة، لأن هذه المرحلة من حياتك لقد مضت وأصبحت من الماضي. الآن أنت تفكر كشخص كبير وإنسان واعي يستطيع التأقلم مع جميع الظروف. لذا كيف تتصرف مع هذه المشاعر التي كانت مكبوتة؟ يجب أن تخرجها إلى الخارج وتناقشها عن طريق الوعي وعن طريق المنطق. فمثلا عندما كان والدك يوبخك في صغرك أو يعذبك حتى أو يضربك، لماذا لا تنظر إلى هذا الفعل الذي يقوم به والدك أو والدتك وتعطيه تبرير؟ كيف يكون هذا التبرير؟ التبرير أنه والدي أو أنها والدتي وبإمكانها أن تضربني، أو والدي بإمكانه أن يعاتبني أو يصرخ علي لأنه والدي ويريد تربيتي تربية حسنة ويخاف علي من المخاطر، لهذا يقوم بضربي وتوبيخي، وليس كما كنت تظن في الماضي أنه يكرهك. تصل بعض الأفكار لبعض الأشخاص أنه يفكر بأن هذان الوالدين ليس بوالديه، يشك حتى في الأبوة والأمومة. لذا يجب إعطاء تبرير لما يقوم به الوالد أو الوالدة. نذهب الآن إلى مرحلة أخرى، وهي محاكاة وهي محاكاة العقل الباطن. كيف نحاكي العقل الباطن أو اللاوعي؟ يعني أننا يجب أن نقوم ببرمجة العقل الواعي على أفكار جميلة وأفكار إيجابية، نضعها في مكان الأفكار السلبية، لنمسح بها الأفكار السلبية. المعروف أن العقل الباطن يبرمج عن طريق التكرار، يعني تكرار الفكرة لمدة 21 يوم أو 21 مرة يجعل هذه الفكرة تترسخ في عقل الإنسان أو في اللاوعي، وهذا عن طريق التوكيدات.
هناك ثلاث أنواع من التوكيدات: توكيدات عن طريق السمع، عن طريق التكلم مع نفسك، أو عن طريق الكتابة. وهذا يكون في الوقت الذي تكون فيه مستعدا لتخلد إلى النوم، قبل الذهاب إلى النوم مباشرة تقوم بالتحدث مع نفسك بأفكار إيجابية، أو تقوم بكتابتها أو بتسجيلها عن طريق جهاز تسجيل صوتي، والاستماع إليها عن طريق السماعات. ويجب أن يكون الإنسان مغمض العينين حتى لا يتشتت انتباهه. كيف تكون هذه التوكيدات؟ مثلا نثني على الوالدين، مثلا أن أقول لنفسي أن والدي يحبني، أو أمي، والدي كان يضربني أو يصرخ علي أو يؤنبني لمصلحتي ولأنه كان يخاف علي. هذه الفكرة أو هذه الجمل يجب أن تكررها قبل النوم 21 يوما، وستترسخ في ذهنك وتحل محل الأفكار السلبية. لنذهب إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى وهي عن طريق الفعل. قلنا في أول فيديو أنه يوجد بعض الأشخاص وصل بهم المطاف إلى أنهم يكرهون آباءهم ولا يتكلمون معهم، لا في الهاتف ولا الذهاب إليه. لذا يجب أن تخطو خطوة إلى الأمام عن طريق محادثة الآباء أو أحد الوالدين عن طريق الهاتف، أو تذهب لزيارتهم وتكون ممتن لهما، هذا عن طريق الفعل. وبواسطة هذه الخطوات بإذن الله ستتخلص من صدمات الماضي الأليمة، وستعيش حياة بديلة عن الحياة التي كنت تعيشها، وزرع أفكار إيجابية تحفزك على المضي قدما في حياتك القادمة. برمجة العقل الباطن هو أمر مهم جدا، لذا جربوا هذه الطريقة. هذه الطريقة في معالجة الصدمات النفسية يستفيد منها أيضا المصابون بالوسواس القهري ونوبات الهلع. يعني نفس الطريقة التي تكلمنا عنها يقوم بتطبيقها المريض بالوسواس القهري أو المصاب بنوبات الهلع، لأن أيضا الوسواس القهري ونوبات الهلع هي عبارة عن صدمة نفسية تعرض لها هذا الشخص في الماضي، وهي عبارة عن عقد، هي عبارة عن عقد نفسية. إذا قمنا بحل هذه العقد نستطيع علاج هذه الصدمات.
وإن كان الفيديو قد ألهمكم بعض الشيء فهي مجرد ضغطة زر. اضغطوا على زر الإعجاب أو اتركوا لنا تعليقا في أسفل الفيديو لنرى مدى وصول الفكرة التي يقدمها هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر.